من الله ورعاية انطلاقة موفقة بإذنه سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين والمنطلقين في هذا الانطلاق المتميز والجميل. مباشرة نسير مع صدارة الشوط مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمندفعة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. شاهين من يأتينا مع البداية، علي بن عبد الله بن علي آل نابت المري مع الصدارة، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من عز سعيد بن محمد بن سعيد آل خديعة المري، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من وان هنا اللي قادم مع المركز الثالث لمحمد بن عبد الملك بن عبد الله العبد الملك، بينما المركز الرابع أرى الوصول والتقدم من اللي واصل العابر هادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري، والمركز الخامس الوصول والتقدم مع خامس التحديات هنا اللي واصل ومنطلق الطائر عبد الهادي بن راشد بن ناصر الزبداني المري. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة الأسماء الأولى، ولكن نعود مع البداية، نعود مع صدارة شوط مع المركز الاول شاهين علي بن عبد الله بن علي العطر النابت المري مع الصداره مع البدايه مع انطلاقه ناموس هذا الشوط. ولكن دير بالك وصل اللي واصل عز سعيد بن محمد بن سعيد الخديعه المري واصلا مع ثاني المراكز، المركز الثالث الواصل هنا يصل العابر هادي بن محمد بن راشد ال زبدان المري. الله يا سلام، تابع الاسم اللي واصل ايضا الفايز قادم سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ولكن البدايه والصداره. الله يا عز، راح عز مع البدايه، من يبحث عن العز من يبحث عن الناموس يبحث عن الانتصار. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام ارصد اللي واصل، ايضا واصل العابر هادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري، ولكن عز سلام عز سلام الخديعه سلام على هذا الأداء، واسعد الله صباحك على هذا الأداء المتميز والرائع. على المركز الثاني وصل العابر لهادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري، والمركز الثالث من وصل الفائز سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، بينما المركز الرابع من وصل هنا شاهين علي بن عبد الله بن علي العطر النابت، بينما المركز الخامس شاهين علي بن عبد الله بن علي العطر النابت، بينما المركز الخامس من وصل شاهين سالم بن فهيد بن راشد المري. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا تابعنا هذا الشوط، وهنا ملخص هذا الشوط يظهر على شاشة قناتكم قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا السباق التمهيدي الثاني للمفاريد. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام كما تشاهدون ملخص هذا الشوط، حيث كان عز حاضرا مع ناموسي هذا الشوط بأدائه المتميز والرائع لمالك سعيد بن محمد بن سعيد الخديعه المري، وتوقيته الزمني 2:16 90 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس لسعيد بن محمد بن سعيد الخديعه المري، بينما المركز الثاني كان مع المركز الثاني العابر وتوقيتها الزمني يضحي وصوله لخط النهايه 2:17 78 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس الهادي بن محمد بن راشد الزبدان المري، بينما المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث كان هناك الفايز وتوقيتها الزمني 2:16 95 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، وإذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا وناموس لجميع